خلينا نروح مع حضراتكم لخبر يمكن تناولناه في بداية البرنامج وخبر هام جدا الحقيقة. امبارح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كان في زيارة رسمية لمصر وتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمان استقبلوا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا وزارة الشباب والرياضة أعلنت رغبة مصر في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 بعد الحصول على موافقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الزيارة أهميتها من الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب في البداية لو تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين على تفاصيل زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى مصر. والله في البداية خلينا أقول يمكن هي دي مصر. مصر الكبيرة بقيادتها وبشعبها. مصر أصبحت الآن قبلة بالفعل للاتحادات الدولية العالمية في المجال الرياضي. مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم استضافة للأحداث والبطولات العالمية. وجود توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وهو رقم واحد في الحركة الرياضية على مستوى العالم هنا في مصر، ده يعتبر حدث كبير وإنجاز صحيح. كبير يحسب للدولة المصرية. خلينا أقول لحضرتك أن فخامة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية عندما آمن بالرياضة واعتبرها أمن قومي، كان الإيمان ده له دور كبير جدا في تطوير الحركة الرياضية المصرية، والبداية كانت مع تطوير كافة المنشآت الرياضية وفقا للضوابط والمواصفات والمعايير العالم. وده مستهى شكل كبير جدا أن تكون أولا الرياضة أحد أهم مقومات الدولة الشاملة وداعم للاقتصاد الوطني، وكمان واحدة من أفضل دول العالم، وده ما تم تطبيقه عمليا باستضافة مصر لأكثر من 150 بطولة عالمية خلال الفترة اللي فاتت، وكمان وجود توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. توماس باخ جه مصر امبارح وأول امبارح وغادر امبارح، وراح مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، راح زار المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية، راح كمان متحف اللجنة الأولمبية، راح متحف الحضارات. راجل مبهور جدا بمصر، راح زار الأهرامات طبعا، راجل مبهور جدا بمصر، مبهور جدا بالبنية الإنشائية الرياضية اللي موجودة في مصر، وقال كده بالحرف الواحد مصر تستطيع أنها تنظم الأولمبياد. مصر بالفعل قادرة من خلال اللي أنا شفته واللي أنا شفته على ارض الواقع. نعم. اذن خلينا نقول دكتور محمد، خليني هنا بس اوقف حضرتك ونتكلم، اللي هو ما كانش قول بس، لان القول ده ترجم الى طلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافه مصر لاولمبياد 2036 اثناء الاجتماع. فيهمنا برضو حضرتك تحطنا في الصوره، يمكن احنا بنتابع دلوقتي فيديوهات للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوماس باخ، فعاوزين نعرف تفاصيل هذا الاجتماع والطلب، يعني ازاي تم الترحيب به في مصر والاستعدادات اللي هتكون موجوده ايه بقى؟ طبعا كان لقاء هام في خلال استقبال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوماس باخ، وبحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والمهندس حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه الدوليه، وايضا في وجود المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. طبعا اللقاء كان هام جدا، رحب خلاله فخامه الرئيس بتوماس باخ، واكد على ان الرياضه اصبح لها دور كبير جدا، وهو ما يامله ان شاء الله خلال المرحله المقبله في يعني مصر يكون لها دور كبير جدا في استضافه الاولمبيات، ملف مهم جدا هتتقدم به مصر ان شاء الله، وان شاء الله مصر قادره. وفي المقابل رحب طبعا او اثنى توماس باخ على يعني المنشآت الكبيره اللي شافها، وقال ان مصر بالفعل قادره على تنظيم اولمبيات 2036. طب هو ازاي اثنى؟ وبناء على ايه اثناء؟ ده المهم جدا، هو اللي احنا عايزين نوضحه للساده المشاهدين ونعرفهم يعني ايه اصلا الاولمبياد. الاولمبياد هي تعتبر حدث أكبر مهم، حركه سلام على مستوى العالم. صحيح. مهمه جدا، يعني الدوره دي بيلتقي فيها العالم كله حول شعله واحده من اجل المنافسه، من اجل الحلم، بيتسابق الابطال فيها بشرف ونزاهه، وبيصل عدد الرياضيين فيها لاكثر من 20,000 رياضي. كمان خلينا اقول لحضرتك ان السباق هيبدا قريبا، وقبل انطلاق دوره العاب باريس، الدوره الاولمبيه في باريس 2024، واللي هيتم اعلان اسم الدوله المنظمه لدوره 2036. طبعا كلنا عارفين ان لوس انجلوس فازت بتنظيم دوره 2028، وكمان بريستن في استراليا
بدوره 2032، وتم اختيارهم في اجتماع ممثلي اللجنه الاولمبيه الدوليه خلال دوره طوكيو الاخيره 2020. نعم. اي قبل 12 عام، لك ان تتخيل يعني. فالناس بتقول لسه 2036، هو ده الملف بيتقدم بفتره كبيره. خلينا كمان اقول لحضرتك يعني ان شاء الله مصر بالفعل قريبه، مصر ان شاء الله قادره. طيب ايه المدن اللي يعني مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه، وهي دي اهم منطقه رياضيه، يمكن اكبر منطقه رياضيه على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، خلينا برضو نعرفها للناس فيها ايه؟ نعرف استاد المشاهدين برضو يركزوا معانا، فيها استاد دولي يسع ل 90,000 مشجع، فيها مجمع يضم اربع ملاعب خاصه بكره القدم بالابعاد القانونيه المحدده، فيها ملاعب لممارسه العاب القوى، فيها صالتين، الصاله الواحده في صاله بتسع ل 8,000 والصاله مغطاه بتسع ل 15,000 مشجع، فيها ميادين لالعاب الرمايه والقوس والسهم، وعايز اقول لك ان فيها ميدان رمايه اكبر ميدان رمايه على مستوى العالم. نعم. فيها صالات لالعاب القوه، وفيها قاعات متعدده كمان، وفيها مجمع حمام سباحه دولي يعتبر من اكبر حمامات السباحه اللي موجوده على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، فيها ميدان فروسيه عالمي، فيها طبعا مستشفى للطب الرياضي، فيها ملاعب مفتوحه لممارسه الكره الخماسيه، وفيها ملاعب اخرى خاصه بالالعاب الشاطئيه، وفيها منطقه تجاريه، وفيها ملاعب مفتوحه، وفيها ملعب تنس رئيسي وفرعي، وفيها سكواش، ملعب سكواش طبعا، وفيها مسرح روماني، وفيها منطقه اداريه، وفيها متحف للرياضه المصريه هيكون يعني ابهار للعالم كله. كمان خليني اقول لحضرتك ان هيكون ان شاء الله خلال المرحله المقبله هيكون في مسيلاتها ايضا هيتم انشاءها وفقا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في استمرار في برج العرب، مدينه ايضا اولمبيه هتنشا وفقا للمواصفات والضوابط والمعايير العالميه. طيب برضو خلينا نعرف من حضرتك يا فندم، يعني بجانب كل هذه المعلومات طبعا اللي حضرتك افدتنا بيها، بس برضو عايزين نعرف مدى يعني نريد ان نقف عند مدى جاهزيه مصر لاستضافه الاولمبياد. زي ما حضرتك قلت هي اهم فعاليه رياضيه عالميه ومن اكبرها كمان، عايز اعرف من حضرتك مدى جاهزيه مصر، وايه اهم النقاط التي يجب ان نعمل عليها عشان نكون على اهبه الاستعداد، وكمان احنا نقدر ننافس المدن او الدول المضيفه للنسخ الاولمبيه ان كان طوكيو، باريس، لوس انجلوس زي ما حضرتك قلت. خلينا اقول لحضرتك هو مش بس بيبقى الملف شامل منشآت رياضية، لا، فخامة الرئيس كمان أكد إن احنا خلاص بقى عندنا تطوير شامل لكل المرافق، وكمان احنا عندنا شبكة طرق دلوقتي لو لاحظتي عالمية من أفضل شبكات الطرق على مستوى أفريقيا، كل ده هيكون له دور. كمان عندنا الحمد لله مصر بتتمتع بآثارها وبحضارتها وبسياحتها، ده برضه هيكون ليه عامل مهم جدا، جو مصر كمان المميز جدا برضه هيكون ليه دور كبير جدا. برضه خليني اقول لحضرتك ونوضح برضه للساده المشاهدين ان فعلا مصر قريبه من خلال ملفها ان شاء الله اللي هيكون قوي جدا واللي هيكون شامل. مصر بالفعل يعني خلينا نقول ان الرياضه دلوقتي احد اهم العلامات المميزه لتقدم الشعوب، عشان كده في اهتمام كبير جدا بتطوير المنشات الرياضيه، في اهتمام كبير جدا بتطوير كافه المنشات، وكمان ده دعما للالعاب للاتحادات الرياضيه، دعما لابطال مصر الرياضيين، اللي هينعكس بشكل كبير جدا على تحقيق النتائج والبطولات والالقاب والميداليات في كل البطولات العالميه اللي بتستضيفها مصر او بتشارك فيها مصر برضه. نعم. دكتور محمد فوزي، يمكن البنى التحتيه القويه اللي اصبحت موجوده في مصر يمكن كانت هي سبب رئيسي بالتاكيد تحديدا في المنشات الرياضيه لطلب توماس باخ باستضافه مصر لاولمبياد 2036. عاوز اعرف هو شاف ازاي البنيه التحتيه اللي موجوده في مصر في المنشات الرياضيه؟ والله خليني اكد لحضرتك، ويمكن من خلال المؤتمر الصحفي اللي احنا شفناه وثنائه الكبير جدا على كل المنشات اللي زارها، واستعداد مصر الكبير جدا والحماس والشغف اللي كان فيه المسؤولين، يمكن دكتور اشرف صبحي يعني قال ان احنا ان شاء الله قادرين خلال المرحله المقبله ان احنا نكون واحده بالفعل. يعني معنى ان مصر تنظم دوره الالعاب الاولمبيه، دوره الالعاب الاولمبيه حجمها وثقلها سواء على المستوى الفني او الاداري او الاعلامي هي تفوق بمراحل كاس العالم. تخيل انت العالم كله هيبقى متواجد عندك في قريه اولمبيه، اكثر من 20,000 رياضي، فاكيد لما يثني على المنشات الرياضيه يثني على مصر، بل وكمان يؤكد على دعمه لملف مصر، يبقى هو شاف اكيد ان مصر قادره. صحيح. شاف ان مصر عندها الاستعداد القوي،
مصر عندها استعداد المنافسة مع الملفات الأخرى إن شاء الله، وإن شاء الله بالفعل مصر قادرة، والراجل بالفعل مبهور حرفيا يا أستاذ أحمد باللي شافه. طيب يا فندم، ممكن حد دلوقتي يكون بيتفرج علينا ويتساءل يعني ايه المهم، يعني ايه الحدث الكبير في ده، يعني ايه أهمية ان مصر تستضيف الأولمبياد؟ لا، مهم جدا. احنا لما نقول ان مصر تعتبر امن قومي، لما نقول الرياضة تعتبر امن قومي لمصر، لما نقول ان الرياضة احد اهم مقومات الدولة الشاملة، لما نقول ان مصر تعتبر احد الدعائم والركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، يعني ايه هي داعمة للاقتصاد؟ يعني لما انظم بطولة عندي بيبقى فيه رياضيين، بيبقى عندي اشغال للفنادق، بيبقى عندي سياحة، بيبقى عندي ترويج كبير وتسويق كبير لجمهورية مصر العربية على المستوى العالمي، كل ده بيعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال دعمها للاقتصاد. خلينا اقول لحضرتك مرة ثانية، يعني ايه الألعاب الأولمبية؟ هي أكبر حركة سلام عرفتها البشرية. صحيح. عشان كده بيتواجد أكثر من 20,000 رياضي، في عدد كبير جدا من الدول بتبقى موجودة. طيب هل جيرت توماس باخ بالفعل بتهدف لطرح فكرة تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية؟ بالفعل هو بتهدف تنظيم مصر لهذا الملف. مش كون بس ان مصر هتكون هتنظم بطوله، لا، ده جاء بناء على استعداد، جاء بناء على تطوير، جاء بناء على تنميه شهدتها مصر خلال الفتره الاخيره، جاء بناء على النتائج اللي تحققت من خلال استضافه مصر لاكثر من 150 بطوله حول العالم. صحيح. جاء من دور مصر الكبير جدا والداعم جدا لكل ابطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب، واللي حققنا من خلاله نتائج ايجابيه على المستوى القاري والمستوى العالمي، كل ده له دور كبير جدا في استضافه هذا الملف. الرياضه مهمه جدا طبعا، الرياضه اصبح لها دور كبير جدا زي ما قلنا في دعم الاقتصاد الوطني، الرياضه يعني استثمار، يعني تسويق، يعني بناء، يعني اعلام، هيكون له دور كبير جدا في دعم مصر على المستوى مش بس المحلي، لا، على المستوى القاري والمستوى العالمي. خلينا نقول ان احنا بنشهد دلوقتي حاله من الطفره الكبيره جدا على مستوى الحركه. صحيح. الرياضيه، وكمان يعني مش بس يمكن زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور محمد، ان هي الرياضه لها ابعاد كتيره، واستضافه مصر للاولمبياد 2036 ده رساله سلام في حد ذاتها، ان مصر تجمع كل دول العالم هنا حوالين شعله واحده وهي شعله الاولمبياد. اعتقد دي رساله في حد ذاتها، زي ما شفنا ان مصر دايما يعني يمكن المبادئ الاساسيه ليها في علاقاتها الخارجيه هو ارساء السلام ودعم كل الدول التي تطالب بالسلام. بنشكر حضرتك يا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، كل الشكر والتوفيق لحضرتك.